شهد جامعة جيجل بعنوان السنة الجامعية 24-25 مستجدات على مستوى الإجراءات البيداغوجية، والتي تمثلت في صفر ورقة، معالجة كل العمليات البيداغوجية من تسجيلات إعادة تسجيل تحويلات الجامعية عبر منصة بروغرس دون عناء التنقل. الملاحظة الثانية على مستوى التكوينات، شهدت جامعة جيجل حصولها على التأهيل لتكوين الكيمياء التحليلية وهو في طور الماستر. كذلك شهدنا ارتفاع في عدد الطلبة الذي تجاوز 1000 هذه السنة، ليصبح إجمالي عدد طلبة جامعة جيجل 21171.